الطريق إلى الله واحد واحد. وانتبه من بعض الناس، بعض الناس يزين لأهل الباطل باطلهم، فيقول لهم كل على خير، كلكم على خير، كل الطرق تودي لمكة. نعم، مكة اللي بيجيها على رجيلة، واللي على دابة، واللي على سيارة، واللي على الطيارة، واللي على القطار، بيصلون مكة لأنها مكة. أما الجنة ما لها إلا طريق واحد بس، مكة لها طرق، أما الجنة طريقها واحد. من أخبر به؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط النبي صلى الله عليه وسلم خط، ثم خط خطوط جنبات هذه الخط، ثم قال: هذا صراط الله وهذه سبل، على كل منها شيطان يدعو إلى جهنم. احذر دعاة جهنم، دعاة على أبواب جهنم، سماهم رسول الله دعاة. واللطيفة لم يسميهم علماء، إنما قال دعاة، دعاة على أبواب جهنم، يزجون الناس بجهنم ويرمونهم بجهنم. انتبه منهم، فهم على غير السبيل والسنة، على غير الطريق المستقيم، فاحذرهم واحذر منهم وحذر منهم.